ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، مرة أخرى نعود ونلتقي على مأدبة الرحمن في أرضه مع الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلا من حكيم حميد، مع حبل الله المتين ونوره المبين والسر الحكيم، آيات بينات من كتاب الله يتلوها على مسامع حضراتكم. بكرة الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم ببلدة بعنباي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا.
عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. الله 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 عليه الصلاة والسلام. فإن تولوا فقل حسبي الله عليك وعلى صل وسلم وبارك عليه. عليك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عزيز عليه ما عنتم حريص رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. ورحمة والدك الحالية شفتها شغل كرامات المتوفى رجل من الصالحين والله. الله عليك معاك يا ابو علي. يا ابو علي يا ابو علي صف دول اول ان شاء الله فوق الربع كله فوق. خش يونس ما تخشش شوان بس خليك في دول شويه. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يا
حريص عليكم. صل وسلم وبارك عليه. عزيز عليه ما عيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كرامات المتوفى رجل من الصالحين والله.
طلعي الكرامات المتوفرة من الصالحين يا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا خليك يا عم الشيخ محمود نسمع النغمة دي بس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ألف لام يا جامد قوي يا حبيبي يا والله كده يا رب حاجات روحانية والله يا حبيبي سبحان الله وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك أكان للناس عجبا. أيوة يا حبيبي ورحمة والدك الغالي فيها شغل يا أخي. أكان للناس عجبا. الله أكبر كده شغل إيران يا مولانا والله. أكان عجبا أن أوحينا إلى منهم أن أنذر الناس وبشر بخير يا سيدنا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند إن ربكم الله أيام ثم استوى
ثم استوى على العرش
وقدره منازل والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا على السنين والحساب
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الناس الحلوة اللي تانية سيد انتهى حاجات روحانية حضرت النفس الحمد لله رب العالمين إن الذين وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من آل الذكر الحكيم، والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن الإذاعي المعروف المقيم بحنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يطلق تليفونيا على هاتف رقم 21 80 425، وسعيكم مشكور جميعا.